الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته بحول الله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان الكافرين، ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى تقدم هذه السلطة الجائرة على منعنا من إحياء مساجد الله ومن الدفاع عن بيوت الله، بعد أن ارتكبت جريمتها السابقة بهدم هذه المساجد عن سبق إصرار، تعاود مرة أخرى تكرار هذه الجريمة عبر تحويل هذا المسجد، مسجد أبي ذر، إلى حديقة ألعاب، في استخفاف واضح بالدين وبمشاعر المؤمنين في هذا البلد. لن نكرر الحديث الذي قلناه مرارا عن هذا المسجد وعن تاريخ هذا المسجد، فهذا المسجد مسجد معروف للجميع، وهذا المسجد من بقايا مساجد المنطقة المعروفة قديما بقرية البربورة، وهي من القرى التاريخية في البحرين التي خرج منها العديد من العلماء. هناك العديد من العلماء في تاريخ البحرين خرجوا من هذه المنطقة التي اندثرت الآن، وأغلب أهلها انتقلوا إلى نويرات. وهذا المسجد كان مسجدا معروفا قبل أن يقام هذا المشروع الإسكاني، وكان له قيم. هذا المسجد مسجل في الأوقاف وله قيم، يعني هناك موظف رسمي قيم على المسجد، لأن القيمين على المساجد موظفين رسميين في الدولة. أقول الحكومة الأنغولية الكافرة هذه الأيام تعلمت الدجل من هذه السلطة. نعم، الحكومة الأنغولية تعلمت الدجل من هذه السلطة، فقامت بهدم العديد من المساجد بدعوى أن هذه المساجد غير مرخصة. نعم، لم نتعلم الدجل منهم، لم تتعلم هذه السلطة الدجل من أولئك، بل أولئك تعلموا الدجل من هذه السلطة. الغريب أن بعض الجماعات ممن أدان تلك الجريمة ونحن ندينها في أنغوليا، أقول هناك بعض الجماعات في هذا البلد وفي البلدان المجاورة أدانت تلك الجريمة في أنغوليا وتتوقف في إدانتها هنا، بل باركت هذه الخطوة هنا مع الأسف الشديد، أيدت جريمة هدم المساجد في البحرين بدعوى أنها مساجد غير مرخصة، والحال أنها مساجد قائمة قبل مجيء هذه السلطة إلى البحرين، وأدانت هدم مسجد في بلد كافر ونحن ندينه أيضا، ولكن نحن ندين هذا الموقف المزدوج منكم يا مجرمين. قلناها مرارا، مسجدية المسجد لا تزول بظلم ظالم ولا تزول بتعدي سلطة جائرة عليه. تحويل المسجد إلى حديقة ألعاب لا نرى فيه إلا محاربة لله ولرسوله وللدين الإسلامي الحنيف، ومحاربة لتأريخ هذا البلد، واستخفافا بمشاعر المؤمنين في هذا البلد، وإمعاناً في إشعال الفتنة والفرقة بين أبناء هذا الوطن الواحد. مثل هذه الجريمة
تأتي لتعري إدارة الأوقاف الجعفرية التي طالما تشدقت بأنها المدافع عن هذه المساجد، وكررت مرارا أن هناك خطط لإعادة بناء هذه المساجد. أقول هذه الجريمة، جريمة تحويل المسجد إلى حديقة ألعاب، تأتي لتعري هذه الدائرة التي عينتها السلطة. هذه الإدارة دأبت على إطلاق الوعود والعبائر الفضفاضة، وستطلع علينا غدا أو بعد غد بعبائر فضفاضة أيضا كما نتوقع. هذه الإدارة سعت بكل جهدها لتلميع صورة السلطة. من يتابع أدبيات هذه الإدارة يجد أنها لا هم لها سوى تلميع وجه هذه السلطة، ولكنها يقينا ستلتزم الصمت عن هذه الجريمة، أو ستبحث لها عن أعذار واهية لتبرير سكوتها عن هذه الجريمة. نقول للظالم، نقول للدكتاتور الذي يجثم على صدر هذا الشعب، نحن على يقين بأن هذه الجريمة التي قمت بها والتي لا زلت تقوم بها تجاه بيوت الله عز وجل ستكون لها عقوبتان، ليس عقوبة واحدة، عقوبة أخروية كما هو الحال بالنسبة إلى سائر جرائمك. عقوبتك في الآخرة تنتظرك، وهناك عقوبة أخرى في هذه الدنيا، في دار الدنيا تنتظرك، ونحن على يقين أنك ستراها رأي العين وستدرك أنها نتاج أفعالك. هذه العقوبة لن تقتصر على من قام بهدم المساجد، هذه الجريمة جريمة عظيمة. أقول هذه العقوبة لن تقتصر على من قام بهدم المساجد، العقوبة الدنيوية التي سينزلها الله عز وجل، ونحن على يقين من ذلك. قد يؤخر الله عز وجل عقوبته ولكنه لن يترك الظالم. أقول هذه العقوبة ستطال من أمر بهدم هذه المساجد، ومن باشر في هدم هذه المساجد، ومن ساعد في هدم هذه المساجد، ومن رضي بهدم هذه المساجد، كلهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النصر الإسلام، النصر الإسلام، النصر الإسلام. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا يا الله، وهدم مساجدنا يا الله، وقتل شبابنا يا الله، واعتقل وعذب رجالنا ونساءنا يا الله. اللهم انتقم لنا منه وأرنا فيه بأسك عاجلا عاجلا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.